اهلا وسهلا بكم متابعينا. اليوم راح ناخذ ايضا ثلاث افعال مهمه مع حرف الجر ومع بعض الامثله البسيطه حول الفعل. الفعل الاول راح يكون زيش بشفتجن مت بلوس داتيف، يعني التعامل مع معنات الفعل او يجي الانشغال به. فنقرا المثال الاول: بشفتجن زي زيش مت فوتوز und tauschen sie mit anderen aus. يعني هل تتعامل وتنشغل تقدر تقول مع الصور وتبادلها مع الآخرين؟ كمعنى للمثال عندنا البشفتجن واخذنا المت وعندنا الأوس، تاوشن فعل منفصل اللي هو تبادل. فهذا كان أول مثال. المثال الثاني: wer soll sich sonst mit ihm beschäftigen wenn wir abends weg wollen. يعني منو يجب أن يتعامل معه إذا أردنا المغادرة في المساء؟ فأيضا عندنا أخذنا المت وأخذنا البشفتين، يعني مو إلا يعني أو شرط إنه لازم يجي الفعل قبل الحرف الجر، مو شرط. يعني مثلا أنا أجي أخذنا بالبداية الفعل وبعدين حرف الجر، هنا أنا أجي حرف الجر بالبداية وبعدين أخذنا الفعل. الفعل الثاني sich beschweren über plus أكوزاتيف اللي هو اللي يشتكي، أكيد الكل يعرف البشفيرن. والمثال الأول: die Leute beschweren sich oft über das Wetter. يعني كثيرا ما يشتكي الناس من الطقس، أو الناس يشتكون أو كثيرا ما يشتكون من الطقس، يعني تقريبا نفس المعنى، ماكو ذاك الفرق القوي. فأيضا أخذنا الفعل وأخذنا حرف الجر اللي وياه، وطبعا بعدها صار عندنا أكوزاتيف، داس فتا تبقى مثل ما هي. والمثال الثاني: دي لويتا بيشفيرن زيش اوبر ألس. يعني الناس يشتكون من كل شيء، ايرا تسيما يعني غرفهم، دي اونتهالتونغ، الاونتهالتونغ تيجي مثلا حديث، تسلية او ترفيه، محادثة، وعندنا الاخيرة داس اسن اللي هو الطعام. وناخذ الفعل الاخير لهذا هذه الحلقة اللي هو البشتين أوف بلوس أكوزاتيف، يعني البشتين يعني يصر على، أيضا تجي هذا المعنى. فعدنا المثال يقول: meine Eltern bestanden immer auf guten Manieren. يعني يصران والدي دائما على حسن الخلق، على الأخلاق، المانيرن اللي هي الأخلاق. فعدنا البشتاندن، هاي جاية البيرفكت من البشتين، هاي كتبت البي حتى تعرفون هاي بيرفكت. والمثال الأخير: wir bestehen auf dem Glauben in die Zukunft und an uns als Menschen. يعني انه احنا نصر على الايمان بالمستقبل، انه احنا نؤمن بالمستقبل وبنفس الوقت نؤمن بنفسنا كبشر. فهذا كان درسنا لحلقة اليوم، ان شاء الله استفادتم من الامثلة والافعال مع حرف الجر. واللي عنده أي استفسار، أي كلمة ما أعرف معناها، أي جملة مو واضحة، أيضا يكتب بالتعليقات وأنا حاضر للمساعدة. وأتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد انتظروني شروحات جديدة. تحياتي للجميع.